السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم النشرة المسائية لهذا اليوم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تفعيل فقرات قانون الناجيات الأزيديات وغلق مخيمات النازحين. لجنة سياسة التسليح تعقد أول جلساتها وتناقش إنشاء مخازن جديدة للعتاد. بدعة سياسية وتناقض تحكمه المصالح، ماسر تقارب البارتي وليكتي مع السلفيين. الوجود الأمريكي في العراق، السنة متخوفون من نشاط داعش ويرفضون الابتزاز. مشاجرة في وسط تنتهي باعتقال 61 شخصا وضبط أسلحة وهراوات. تجاوزت الخط الأزرق اليونوفيل، تحول مثير للقلق في تبادل إطلاق النار. بلدية اسطنبول الكبرى تصدر تحذيرا عاجلا لسكان المدينة. أردوغان نعتزم زيادة تعاوننا مع مصر لوقف المذبحة بغزة. فيدان يدعو إسرائيل للاستجابة للتحذيرات الدولية مع عملية في رفح. الناتو يؤكد أهمية تركيا بالنسبة لجناحه الجنوبي. متجاوزا حكومة الحرب، نتنياهو يقرر عدم إعادة الوفد المفاوض للقاهرة. بعد 10 أشهر من القتال، حرب السودان معاناة بلا أفق. أوستن يبحث هاتفيا مع ستولتنبرغ دور الناتو في ضمان أمن الحلف. وزيران إسرائيليان، لن نقبل بقيام دولة فلسطينية. إليكم تفاصيل الأخبار. أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الخميس 15 شباط 2024 ضرورة تفعيل فقرات قانون الناجيات الأزيديات وغلق مخيمات النازحين. وذكر بيان لراصد الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل اليوم نائب رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب ملا كريم شكور، وأضاف أن اللقاء بحث التطورات العامة في البلد، حيث أكد الرئيس أهمية الشروع في سن القوانين والتشريعات الضرورية في مجلس النواب، خصوصا التي تعمل على تعزيز الأوضاع المعيشية وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أهمية ترسيخ التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، لافتا إلى أن رئاسة الجمهورية تواصل عملها من أجل تقديم مشاريع القوانين ذات الصلة باحتياجات ومتطلبات المواطنين. وتابع البيان أن اللقاء شهد تفعيل فقرات قانون الناجيات الأزيديات، حيث أكد السيد الرئيس على أهمية التنسيق والتعاون بين ممثلي المكونات في حال دعت الضرورة إلى إجراء تغييرات في فقرات القانون. عقدت لجنة سياسة التسليح في وزارة الداخلية اليوم الخميس 15 شباط 2024 أولى جلساتها لعام 2024 لمناقشة عدد من الملفات، من بينها إنشاء مخازن جديدة للعتاد والأسلحة. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقدت لجنة سياسة التسليح في وزارة الداخلية أولى جلساتها لعام 2024، مبينة إن اللجنة ناقشت تجهيز الوحدات القتالية والحدود بأحدث العجلات التخصصية التي تخدم عملهم الميداني ومن مناشئ عالمية رصينة. وأضاف البيان كما ناقشت اللجنة إنشاء مخازن جديدة للأسلحة والعتاد وتعزيز مراكز التدريب بالعتاد للسلاح الخفيف لزيادة التدريب والتمرن على الرمي الذي يزيد من جاهزية المقاتلين، والعمل على تجهيز قوات حفظ القانون بمسدسات تخصصية تخدم عملهم أسوة ببقية دول العالم المتطور. وصف الأكاديمي والسياسي الكردي حكيم عبد الكريم اليوم الخميس 15 شباط 2024 التقارب بين أحزاب السلطة في الأقليم مع التيار السلفي بأنه بدعة سياسية. وقال عبد الكريم إن ما يجري من تقارب بين أحزاب السلطة والتيار السلفي هو تناقض بحد ذاته، كون هذه الأحزاب ذات فكر ليبرالي مدني وهي تأسست على هذا الاتجاه. وأضاف إن مخالفة الفكر التأسيسي للحزب هو لغرض المصالح، وهذا ديدن أحزاب السلطة، فهي دائما ما تتنازل عن المبادئ الرئيسية في سبيل تحقق الغاية والمصلحة، مبينا إن هذا هو سبب التقارب الكبير والامتيازات التي تمنح للتيار السلفي في السليمانية وأربيل، حيث يبنون المساجد ويقيمون الدورات والنشاطات
بحرية تامة دون أي مضايقات أمنية. عرف الكرد بطبيعتهم الصوفية، ومن كردستان خرجت أغلب الحركات الصوفية لتحقق الانتشار في العالم الإسلامي، ومنها الطريقة الإكسزانية والنقشبندية وغيرها من الطرق. وكان أبرز علماء الصوفية هم من الكرد أمثال الشيخ عبد الكريم بيارة الذي بقي طول حياته يخدم في مرقد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الكريم المدرس وآخرين. اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض، فالأصوات تتعالى للمطالبة بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، فيما تطالب الأخرى بإتباع لغة التوافقات والتفاهمات السياسية بالتعاون مع الملف، وما بين الحاجة لوجود هذه القوات من عدمه. اختلفت مواقف البيوتات السنية والكردية والشيعية بهذا الشأن. ويؤكد القيادي في حزب متحدون خالد الدبوني اليوم الخميس 15 شباط 2024 إن الحاجة للوجود الأمريكي ما تزال مطلوبة. وقال الدبوني في حديث إن تنظيم داعش ما زال يشكل تهديدا حقيقيا لمحافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، ونعتقد أن الأجهزة الأمنية العراقية وخاصة من الناحية الجوية غير مؤهلة إطلاقا. وأضاف أن إخراج القوات الأمريكية من العراق بحاجة إلى تفاهم وتوافق سياسي، وليس استخدام وسائل الضغط والابتزاز ومحاولة تخوين الآخر الذي أثبتت فشلها في إدارة العملية السياسية. أعلنت قيادة شرطة محافظة واسطة اليوم الخميس 15 شباط 2024 اعتقال 61 شخصا على خلفية مشاجرة وضبط أسلحة وهروات بحوزتهم. وذكر بيان لقيادة الشرطة إن قوة أمنية مشتركة من قيادة شرطة محافظة واسط والأجهزة الأمنية والاستخبارية نفذت واجبا أمنيا في منطقة حي الحكيم بناء على معلومات تفيد بحدوث مشاجرة، ليتم على الفور فرض طوق أمني حول محل الحادث. ومن خلال ذلك تمكنت القوة المنفذة للواجب من إلقاء القبض على 61 متهما ومشتبها بهم من أطراف المشاجرة. وأضاف كما تمكنت القوة من ضبط بندقية كلاشينكوف من 3 مخازن عتاد و10 إطلاقات وآلات جارحة وهراوات مختلفة. أكد الناطق الرسمي باسم اليونوفيل أندريا تيننتي اليوم الخميس 15 شباط 2024 إن هناك تحول مقلق في تبادل إطلاق النار واستهداف مناطق بعيدة على الخط الأزرق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وقال تيننتي في بيان تابعته بغداد اليوم إننا شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار، بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق. وأشار إن تفاقم النزاع أودى بحياة عدد كبير جدا من الأشخاص، بما في ذلك وبشكل مأساوي أرواح الأطفال، كما تسبب بأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية العامة وعرض سبل عيش الآلاف من المدنيين للخطر، مؤكدا أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وتشكل جرائم حرب. إن الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات التي شاهدناها تثير قلقا عميقا، ونناشد جميع الأطراف المعنية وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد.